مشاركة قوية للفنانين التشكيليين ضمن فعاليات الطبعة الأولى من صالون الفن التشكيلي لولاية سكيكدا، والذين جاءوا بلوحات رائعة وشحت رواق الفن التشكيلي لقصر الثقافة والفنون. برمج صالون ولائي للفنانين التشكيليين المحليين ولاية سكيدة في طبعته الأولى، وبمشاركة أكثر من 22 فنان تشكيلي وأكثر من 180 لوحة. هذا المعرض كما تلاحظون يعني لاقى استجابة كبيرة من طرف المواطنين وإعجاب كبير. اليوم هذه كذلك كانت فرصة باش جمعنا الفنانين التشكيليين المحليين على مستوى ولاية سكيكدة، وكذلك خلينا المواطن يتعرف على أعمال هذه الفنانين اللي بكل صراحة هناك فنانين شاركوا في هذا الصالون كانت لهم جوائز ومراتب دولية. هي المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع شتات الفنانين التشكيليين للولاية وتنفض الغبار عنهم، وقد أبانت عن الكثير من الأعمال الاحترافية الراقية وكذا عن مواهب تشق طريقها نحو النجاح. بدأت في الفترة اللي كنت فيها قابلة عن صمود القابلة رغم المشاكل اللي راهي صامدة، وسميتها المرحلة الزرقاء، تحمل 5 لوحات. مبادرة مليحة ومليحة باسكو تبين درك يعني المستوى تاع واش عندناكم فنانين تشكيليين هنا في سكيكدا، ورانا شفنا يعني عندنا من الأنواع كل كثيرة. هي اللوحات التي تزين هذا الرواق، تحاكي جمال مدينة لوسيكادا وتحكي عن الماضي الجميل، والجمهور لا يعرف ذلك. اليوم كانت لهم فرصة حتى يتعرفوا أن فيه فنانين محليين دو يعني عندهم مستوى عالمي، وهذا فخر لنا. كذلك لأول مرة مؤسسة ثقافية فيها على المستوى المحلي تقوم بطباعة ألبوم لهذه الفنانين، فقصر الثقافة لم يكتفي بعرض الألواح واستقبال الجمهور، بل قام بطباعة ألبوم لكل الفنانين حتى يعني نشجعهم معنويا. مبادرة كهاته تستحق كل التشجيع، يقول المعنيون بالفن، ولكن أعمالا كثيرة مكدسة لدى هؤلاء بحاجة لمن يتذوقها ويتلمس جمالها وينفض الغبار عنها وعن الفنانين الذين يعيشون التهميش على طول العام.